سلام ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الجليبات هادو، يعني برشي ما تبدلين على الفيديو اللي قبل. كما كتشوفوا الشكل ديالهم بحال هكذا، بتنبات بالباكستراس بالمزونه، يعني الرشيمه كندخل فيها بزاف ديال الاشكال ديال السلعه باش كتعطي شكل مزيون. بس بعد الجليبات اللي في هاد الفيديو كلهم الثمن ديالهم 400 درهم. اللي بغات شي حاجه ممكن تواصل معايا في النمره ديال الواتساب ديالي اللي انا مخليها في الفيديو. اللي بغات يعني بتقسيط اولا بالجمله ممكن تواصل معايا، واللي بغى شي حاجه يعني على بكري دابا ماشي يخلي حتى الاول ديال رمضان، لان راك عارفين كيبقى الزحام واغلبيه ديال الخياطه كيكونوا عامرين، فهم الاحسن انسان يبدا على بكري. كما كتشوفوا الشكل ديالهم راهم في الشوفه ديال العين كيبانوا حسن من الكاميرا، وبطبيعه الحال كانوا ملبوسين كيبانوا حسن من المانكاب بطبيعه الحال. او صافي هذا الشكل ديالهم، منبتين مع الجنيبات القب الكمام، يعني منفينين مزيان، والعقاق حتى هو مزيان.